وعلى المركز الاول تسيطر ترنيم على مقدمه هذا الشوط في تاسع اشواطنا بهذا الانطلاق ابراهيم بن عبد الله بن حمد الدرعي، ولكن الشاهينيه احمد بن عبد الله بن ناصر الدرعي ايضا قادمة بهذا الانطلاق الجميل والتحدي، هناك قادمة هنا بهذا الاداء الجميل وتتسلل الى الصداره الى المقدمه والى المركز الاول. ارى هناك الشامسي مع هناك خفيفه خفيفة مبارك والمطر بن عبد الله، الشمسي قادم بن عمر بهذا الانطلاق، ولكن الصدارة الصدارة مع الشاهينية احمد بن عبد الله بن ناصر الدرعي تنطلق بهذا الاداء الجميل بالتحديات بالاثارة المتميزة. هنا سلام للقوع، سلام على هذا الاداء المميز الجميل، احمد بن عبد الله بن ناصر الدرعي تنطلق بصدارة بالمقدمة وبالمركز الاول. تهانينا وناموس على هذا الفوز المميز الجميل ولحظة الانطلاق. المركز الثاني وصلت لخفيفة بارك المطر بن عبد الله الشامسي، وهناك ترنيم من اتت لابراهيم بن عبد الله بن حمد الدرعي والنايف محمد بن حمد بن مصرح لحبابي على المركز الرابع، والتوقيت الزمني دقيقتين وثمان ثواني. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل للشاهينية احمد بن عبد الله بن ناصر الدرعي بهذا الانطلاق الجميل.